بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. نبدأ اليوم بالجزء الإحصاء من الوحدة الثالثة بعد ما انهينا جزء القوانين الاحتمالات. الدرس اليوم راح ناخذ هو أول درس في الإحصاء. أول شيء بدنا ناخذ شوية معلومات أخذتوها مسبق نعيد تذكرها. أول شيء نتذكر إنه مقاييس النزعة المركزية اللي هم الثلاث أنواع أخذتوهم، اللي هم المتوسط أو الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، الوسط والوسيط والمنوال راح نيجي عليهم واحد واحد. المتوسط الحسابي هو الوسط، أو بتقولوا له بشكل عام هو المعدل. عندي إشي اسمه المشاهدات والفئات، نذكركم شو يعني المشاهدات. المشاهدات بعطيك أرقام 3 7 10 15، هاي مشاهدات. الفئات بتكون من الى، مثلا من 5 الى 7، من 9 الى 11، زي هيك، هاي هي اسمها الفئات. اول شيء الوسط الحسابي للمشاهدات اللي هو رمزه س فتحه يساوي مجموع المشاهدات، حيث مجموع المشاهدات حيث س هي المشاهدات على عددها، نون عددها. اذا تجمع القيم بتقسم على عددها بعطيك الوسط الحسابي. هاي للمشاهدات. للفئات س فتحه يساوي مجموع م فتاء على مجموع تاء. اول شيء التاء هو التكرار، كل تكرار كل فئه. ميم هو مركز الفئة، كيف بنطلع مركز الفئة؟ بنجمع طرفي الفئة وبنقسم على 2، يعني كانت الفئة من 6 إلى 8 بنقول 6 زائد 8 14 على 2 7، إذا مركز الفئة الأولى 7، بنضربها بتكرارها، كان تكرارها مثلا 5، 7 في 5 35، بنيجي على الفئة الثانية بنطلع مركزها بنضربها بتكرارها، بعدين لحد ما نخلصهم، بعدين بنجمع هاي الأرقام كلها مع بعض وبنطلع على مجموع التكرار بنطلع الوسط الحسابي. راح يبين معنا بالمثال، بس تذكر تفهم القانون شو معنى ميم شو معنى تاء. الوسيط للفئات مش مطلوب، للمشاهدات الوسيط من المشاهدات بنرتب المشاهدات تصاعدي او تنازلي. اذا كان عددهم فردي بنيجي من عد الحدود بنقسم على، اذا كان عددهم فردي بنيجي من عد الحدود بناخذ الحد الاوسط، اللي هو راح يكون لو كان مثلا 7، عدد الحدود 7، شو بكون الحد؟ هو ألف 7 لنون زاد 1 على 2 7 زاد 1 8 على 2 4، اللي هو الحد الرابع بكون قيمته هو الوسيط. فعلا هو الرقم اللي بتوسط السبع أرقام اللي هو الرقم الترتيب الرابع. وإذا كان عددهم زوجي باجي على الحد اللي نون على 2، اللي هو مثلا كان عددهم 8 على 2 4، يعني ألف 8 على 2 الحد الرابع زاد، اللي هو ألف 8 على 2 زائد 1، 8 على 2 4 زائد 1 5، يعني الحد الرابع زائد الحد الخامس بجمعهم بقسم على 2 بكون هذا هو الوسيط، حيث ألف هو الحد النوني. المنوال هو الأكثر المشاهدات، أو للمشاهدات هو القيم الأكثر تكرار، يعني أكثر واحد يتكرر، وللفئات هو مركز الفئة الأكثر تكرار. بعدين ثاني شيء راح ناخذ مقاييس التشتت. سميت بهذا الاسم لانها تصف مدى تباعد القيم عن بعضها او تقاربها. طبعا الان القيم اللي هن الوسط والوسيط والمنوال، يعني احنا بنستعمل مقاييس التشتت عشان نشوف الوسط والوسيط والمنوال كيف هم بتباعدوا على بعض ولا بتقاربوا على بعض، وهن ثلاثه: المدى والانحراف المعياري والتباين. اول شيء المدى، المدى للمشاهدات هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه، يعني بنيجي على اكبر قيمه ونطرح منها اصغر قيمه بكون هذا هو المدى. للفئات انسان القانون اللي هو الحد اعلى حد اعلى حد فعلي ناقص ادنى حد فعلي. تعالي على المكتوب هون، المدى اعلى حد للفئه العليا، يعني اكبر فئه بتاخذ الحد العلوي تاعها، بتطرحه من احد ادنى حد ادنى فئه وبنزيد لها واحد. راح يبين معي بالمثال، نرجع للقوانين نطبق لها بالمثال. انحراف المعياري بنرمز له بالرمز عين. للمشاهدات عين يساوي جذر مجموع س ناقص س فتحة الكل تربيع على ن ناقص 1، ن عدد المشاهدات، س فتحة هو الوسط الحسابي وس هي المشاهدة، يعني كل مشاهدة بنطرحها من وسط الحسابي بناخذ تربيعها بنجمعهم كلهم بعدين نقسمها عدد المشاهدات ناقص 1 ناخذ جذرها بعطيني انحراف المعياري. أما للفئات هو جذر طبعا مجموع م ناقص س فتح الكل تربيع في تاء، حيث م هو مركز الفئة، يعني كل مركز فئة نطرحها من الوسط الحسابي بناخذ تربيعها بنضربها بالتكرار بعدين نجمعهم كلهم على ن ناقص 1. راح بالمثال طبعا يبين، بس انت تفهمني شو معنى م اللي هي مركز الفئة، وتفهم معنى تالي التكرار، ون هي عدد او مجموع التكرار هون مش عدد قيم. التباين بنرمز له بالرمز هذا بالرفض سيجما، حيث ان التباين هو سيجما يساوي عين تربيع، يعني هو مربع انحراف المعياري. عندك مثال
تمثل العلامات التالية: علامات 10 طلاب في مادة العلوم، علما بأن العلامة من 20. لاحظ هذول قيمة أرقام 2 5 9 7، إذا هذول مشاهدات ولا فئات؟ مشاهدات. الفئات قلنا من إلى، وقد إيه عددهم؟ 10. عدهم بيطلع 10. أوجد كل من المدى، والمدى قلنا للفئة للمشاهدات هو أعلى قيمة ناقص أدنى قيمة. ارجع القانون، المدى يساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. هون أكبر قيمة 17 ناقص أصغر قيمة 2 ويساوي 15. المطلوب الثاني المنوال اللي هي القيمة الأكثر تكرار اللي هي 12، أكثر شيء تكررت 12. الوسط الحسابي هذول المشاهدات، وسط حسابي للمشاهدات، تطلع شو كان القانون؟ مجموع س على عدد على نون، يعني تجمع القيم تقسم على عددها، فمجموع هذول القيم راح يطلع 87 على عدد 10. إذا الوسط الحسابي 8.7. الوسيط بيقول لك رتبهم تصاعدي أو تنازلي، إحنا رتبناهم تصاعدي، فعددهم زوجي لأنه 10. إذا بيقول لك تعال على الحد اللي قيمته ألف نون على 2 اللي هي 10 على 2 5، يعني الحد الخامس 1 2 3 4 5، إذا 9. كان ألف نون على 2 يساوي 9، وألف نون على 2 زاد 1، يعني اللي وراه، اللي وراه اللي هو السادس، إذا راح يكون قيمته قديش؟ 9. إذا بنجمعهم نقسم على 2، الوسيط 9 زاد 9 18 على 2 ويساوي 9. طبعا هذا مراجعة لأنه المفروض عندكم علم فيه من قبل. نحن بنيجي على الشيء الجديد اللي هو مثال 7 إلى 1، عندك بالكتاب صفحة 88. معطيك عدد الطلاب 50، هاي عدد الطلاب 50، لو تجمعهم هون 15 25 و25 50. الفئات لاحظ الفئات 6 إلى 8 9 إلى 11 12 إلى 14، مش مشاهدات، فئات من إلى، بتبدأ من أدنى إلى أعلى. طول الفئات 2، وهون 2 وهون 2، لازم طول الفئات يكون متساوي للكل. شو بدي أحسب؟ المدى، الانحراف المعياري، التباين. أول شيء المدى، لو نرجع لقانون المدى، شو بقول لي قانون المدى؟ أعلى حد للفئة العليا ناقص أدنى حد للفئة الدنيا زاد 1. تعال، أعلى حد للفئة العليا 14 ناقص أدنى حد للفئة الدنيا 6، 14 ناقص 6 8 زاد 1 9. إذا هذا المدى. انحراف المعياري، ارجع لقانون الانحراف المعياري، هينو كاتبينه هون احنا كمان. أول شيء هي قانون الانحراف المعياري، عين يساوي جذر ميم ناقص سين فتح الكل تربيع في تاء على نون ناقص 1. قلنا نون اللي هو عبارة عن مجموع التكرار ناقص 1، وتاء التكرار لكل فئة، ميم قلنا مركز الفئة، ناقص سين فتحة اللي هي الوسط الحساب. إذا أنا بدي أعمل جدول، لازم أعمل جدول للمعلومات هاي، لازم نعمل، إذا لازم نعمل جدول بحيث إنه لما نيجي نطلع ما تحت الجذر يكون جاهز. شوف الجدول شو بنحط فيه. أول شيء الفئات هاي معطاة من 6 إلى 8، من 9 إلى 11، من 12 إلى 14، هذول معطاة. ومرا إذا والعدد الطلاب أيضا معطى 15 10 25، مجموعهم قديش؟ لأنه هذول يعتبر تكرار، يعني تكرار الفئة اللي من 6 إلى 8 هي تكرارها 15، وتكرار 9 إلى 11 10، و 12 إلى 14 25. هون شو بقول لك؟ مجموع ميم، إذا ميم مركز الفئة، مركز الفئة موجودين هلا، إذا لازم نوجد أول شيء مركز الفئة. مركز الفئة شو بيقول؟ تجمع القيمة طرفي الفئة وبتقسم على 2، 6 زائد 8 14 على 2 7، 9 زائد 11 20 على 2 10، 12 ناقص 14 26 على 2 13. إذا أول شيء طلعنا ميم، هي ميم. إذا أول شيء بدنا نبلش من تحت من جوا القوس، كأنها أولويات عملية حسابية، الأولوية لما داخل القوس. داخل القوس أول شيء بنطلع ميم، ميم مركز الفئة، تعال طلعنا مركز الفئة، هي 7 و10 و13، بعدين شو بده؟ ناقص سين فتحة. إذا بدي أطلع سين فتحة، سين فتحة اللي هي شو هي؟ مجموع اللي هي كل مركز فئة في تكرار. عفوا نكمل، أول إشي قلنا الوسط الحسابي، نرجع طلعنا ميم، هسا بنشوف ناقص قلنا سين فتحة، سين فتحة الوسط الحسابي اللي هو مجموع ميم في تاء. إذا أول شيء بدنا نطلع كل مركز فئة نضربها بتكرارها، مركز الفئة الأولى 7 في تكرارها 15، 7 في 15 105. بعدين شو بقول لي؟ مركز الفئة الثانية في تكرارها 10 في 10 100. بعدين مركز الفئة الثالثة اللي هي 13 في 25. إذا الفئة الأخيرة مركزها قلنا 13 في تكرارها 13 في 25 320.
25. إذا هون أول شيء بقول لك من أولويات عمليات حسابية، بلشنا بداخل القوس 100، 100% مركز الفئة، مركز الفئة قلنا نجمع طرفي الفئة بنقسم على 2، 6 زائد 8 14، 2 7، ولبقية الفئات بيطلع المركز الثاني 10 والثالثة 13. بعدين بقول لك سين فتحة، سين ميم ناقص سين فتحة، سين فتحة قلنا الوسط الحسابي، شو قانون الوسط الحسابي؟ مجموع ميم في ايش؟ في تاء، مجموع إذا ميم في تاء، كل مركز فئة في تكرارها، هاي مركز الفئة الأولى في تكرارها 7 في 10 105، تكرار الفئة الثانية في مركزها 10 في 10 100، 13 في 25 قلنا 325، بعدين شو بقول لك؟ اجمعهم، هاي قلنا بنبلش كأنه ميم في تاء طلعنا، بعدين بقول لك اجمع ميم في تاء، هاي المجموع قديش بيطلع؟ 530 على مجموع التكرار، قديش التكرار؟ 7 و10 على مجموع التكرار اللي هو 50، عفوا 50، اذا على عددهم اللي هو عدد الطلاب 50. اذا عشان اطلع الوسط الحسابي كل مركز فئه بضربها بتكرارها، بعدين بجمعهم بيطلع مجموع هذا العمود 530، بقسمه على مجموع الطلاب بيطلع 530 على 50 10.6 بالعشرة، اذا هذا الوسط الحسابي. اذا انا طلعنا المركز الفئه هيو، شو بقول لك؟ كل مركز فئه اطرحه من الوسط الحسابي، كل مركز فئة اطرحه من الوسط. إذا ميم كل بون شو بقول لك؟ ميم ناقص سين فتحة، كل مركز فئة بطرحه من إيش؟ من الوسط الحسابي. 7 ناقص الوسط الحسابي 10.6 بالعشرة بطلع ناقص 3.6 بالعشرة. بعدين 10 ناقص 10.6 بالعشرة اللي هي ناقص 6 بالعشرة. بعدين مركز الفئة الثالثة ناقص الوسط الحسابي 13 ناقص 10.6 بالعشرة بيطلع 2.4 بالعشرة. اذا صرت انا ميم طلعها ناقص سين فتحة، اذا طلعنا ميم ناقص سين فتحة، بعدين شو بقول لك؟ ربع الميم ناقص سين فتحة، اذا بدي ربع العمود هذا بالعمود بجنبه، 3.6 بالعشرة تربيع 12.96%، 6 بالعشرة تربيع 36%، 2.4 بالعشرة تربيع 75%. بعدين بقول لك انه هذا بعدين هسه انت ربعت، اذا اضرب كل وحدة بعد التربيع بتكرارها، فهاي كأني انا بضرب 12.96% في تكرارها في 15 بيطلع 194.4 بالعشرة. بعدين نضرب 0.36 ب10 بيطلع 3.6 بالعشرة. بعدين نضرب 5.76 ب25 بيطلع 144. اذا خلصت انا هيك المقام، ميم ناقص سين فتحة لكل تربيع في تاء. بعدين شو بقول لك؟ اجمعهم، اذا اجمع اخر عمود، باشي اخر عمود بجمع الثلاث قيم هذول بيطلع 342. اذا انا طلعت البسط على مجموع التكرار ناقص واحد، مجموع التكرار ناقص واحد اللي هي قديش؟ شلون 50 ناقص واحد 49، يعني 342 على 49 تحت الجذر طبعا بيطلع 6.89 بالعشرة تحت الجذر اللي هي 2.64%، هاي الانحراف المعياري. بعدين التباين اللي هي سيجما يساوي مربع الانحراف المعياري اللي هي بتاخذها قبل الجذر وبتشيل الجذر اللي هي بتطلع 6.98%. بنعيد، اذا هون بنعيد الانحراف المعياري. الانحراف المعياري بيقول لك القانون، اول شيء دائما نكتب قانون يساوي جذر مجموع ميم ناقص سين فتحه لكل تربيع في تاء على نون ناقص واحد. ما نعرف التاء معناها هون تكرار كل فئه، نون هي مجموع التكرارات ناقص واحد، ميم مركز الفئه، وسين فتحه الوسط الحسابي. اذا باجي على القانون ما دخل اول شيء جوا القوس، شو بطالبني؟ ميم، اذا بطلع مركز كل فئه طلعناهم. بعدين ناقص سين فتحة، سين فتحة الوسط الحسابي، نطلع الوسط الحسابي، هاي قانون الوسط الحسابي طلعناه طلع 10.6 بالعشرة. بعدين شو بقول لك؟ اطرح مي كل مركز فئة من الوسط الحسابي، طرحنا طلع معي العمود هذا. بعدين شو بقول لك؟ خذ تربيعهم، ربعتهم طلع معي العمود هذا. بعدين بقول لك اضربهم كل وحدة بتكرارها، طلع معي العمود هذا. بعدين بقول لك اجمع اخر عمود، جمعت طلع 342، مجموع التكرارات اللي هي 50 ناقص 1 49، طلع انحراف المعيار 2.64%، والتباين هو مربع اللي هو 6.98%. لاحظ من المثال السابق انه اولا عند الحل تقوم بكتابة القانون الخاص بكل مطلوب، ثم عمل جدول لنحتاج الحل بما هو ضمن قانون المطلوب ثم ايجاد المطلوب. هذا الجدول يساعد كثيرا في الحل. كل الامثله اللي راح ناخذها هي مشابهه لهذه الطريقه، فانا بكفيني مثال مطبق عليه لانه ما راح يختلف شيء علينا بالحل.
نحن بدنا نروح للجزء الثاني من الدرس اللي هو بيقول لك كلما زاد الانحراف المعياري زاد التجانس وقل التشتت. يعني كل ما كان انحراف المعياري قيمته أعلى بيكون القيم اللي هن انقطاعات النزعة المركزية الوسط والوسيط والمنوال أقرب لبعض والتشتت بقل، وكل ما قل الانحراف المعياري بقل. إذا إيه علاقة طردية مع التجانس وعكسية مع التشتت. الانحراف المعياري علاقته طردية مع مع التشتت والتباعد مع التجانس، ما وعكسية مع التشتت. ملاحظة مقاييس النزعة المركزية، هون معطيك ملاحظة إنه مقاييس النزعة المركزية الوسط والوسيط والمنوال تتأثر بالعمليات الحسابية. لاحظ أعطيك هنا مثال يمثل الجدول القيم التالي: قيم انحراف المعياري لثلاث الشركات ألف وباء وجيم. أي الشركات الأكثر تجانس؟ قلنا كل ما زاد الانحراف المعياري زاد التجانس. أنو أكثر انحراف معياري؟ باء. إذا باء أكثر تجانس. أي الشركات أكثر تشتت اللي هي أقل انحراف معياري؟ هي ألف. تدريب 7 إلى 1 واجب اللي هو صفحة 90. تطبيق على برنامج إكسل مش مطلوب. طبعا هاي راح ناخذ عليها مثال، هي مقاييس النزعة المركزية تتأثر بالعمليات الحسابية، بس خليها ملاحظة ببالك. تطبيق على برنامج إكسل مش مطلوب. هيك بنكون احنا انهينا الجزء الاول. راح ناخذ اللي هي لو وقفنا عند اخر شيء ملاحظه انه العمليات انه مقاييس النزعه المركزيه تتاثر بالعمليات الحسابيه في الجزء الثاني من الدرس. انا بهمني هون تعرف كيف تطلع حسب المثال الاول الوسط والوسيط والمنوال من الفئات والوسط المتوسط، وتعرف تطلع الانحراف المعياري والتباين، عفوا تقدر تطلع الوسط والوسيط والمدى والمنوال من المشاهدات، تعرف تطلع المدى والانحراف المعياري والتباين من الفئات، وتعرف انه الانحراف المعياري كل ما زاد بزيد التجانس بمقاييس النزعة المركزية، كل ما قل بقل التجانس. وبتعرف انه ملاحظة هاي راح ناخذ عليها مثال من الامثلة ان شاء الله، اللي هي مقاييس النزعة المركزية تتأثر بالعمليات الحسابية في المرة القادمة. دمتم بعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.